100 هذه 945 درهم ياك الله والحمد لله مع الخير الحمد لله الساعه صبح الدابعه و... ياك اللهم لك الحمد لله بعد باللي الحمد لله مع الشتاء والله هذا نجيبوا مولا 100 درهم اي هذوك 100 يعني 4000 جوج 4000 يعني 4000 كيقول 100 درهم لواحد الاخوان 400 درهم جوج تبارك الله فرير جات ملاح الله يبارك الله يسر لك خويا الله يسر لك الله يسر لك تبارك الله تحياتي لكم الاخوان صباحكم مبروك اليوم الاخوان من قلب سوق الجمعه ديال القراقرة الاخوان اليوم تاريخ الاخوان 14/10/2022 اليوم الاخوان غادي نقدموا لكم الاثمنه ديال العلف ونشوفوا لكن شي زريعه والحبوب وتبارك الله على الاخوان الله يسر الامور جمعه مباركه على الجميع اخوان داخل الوطن وخارج الوطن الله يسر الامور تبارك الله عليكم وشحال عمي شحال سيدي 700 باش بعنا 8 والفصة عمي فصة 13 فصة الإخوان 65 درهم والتبن الإخوان باعوا ب 700 درهم 35 كي داير بخير لاباس عليك صح لاباس الله يبارك فيك الله يحفظك تبارك الله اللي الذكرى الإخوان هنا راك عرفتوا السوق راه تقريبا كله غير العائلة داك الشيء حنا كنكونوا شوية أصبروا معنا فيها الإخوان وصافي تبارك الله تبارك الله الاخوان تبارك الله هذه فصه ودع عمي فصه ربيع اي ربيع تبارك شحال الثمن 630 درهم الاخوان 30 درهم اللي عطاو تبارك الله تبارك الله الاخوان اللهم يسر الله يسخر الامور اللهم يسر تبارك الله عليك السلام عليكم كي داير عمي بخير هاني تبارك الله شحال ابا انت كي داير بخير تبرى مليح حسن من هذا فين يبان هذا راك شتي القمح وكل شيء مازال على الله ايوه مازال على الله ايوه مازال الحمد لله ترى هذا فقط وغار البارح جاي الحمد لله ربي كي داير ودعمي بخير كلشي مزيان السلام عليكم كي داير بخير لاباس عليك الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك عاد شحال ودعمي 945 درهم الاخوان تبارك الله 45 درهم تبن مطحون تبارك الله 45 درهم الاخوان تبن مطحون تبارك الله الله يبارك تبارك الله السلام عليكم الله يحفظك الله يبارك فيك الله يبارك الله يحفظك الله يبارك فيك بارك الله فيك العافيه ما شحال تبينه ودعم تبن شحال 1000 بزاف صوت شويه صوت ياك ها فراش العادي راه داير 750 ياك هذا 1000 الاخوان 50 درهم فراجيه اييه تبارك الله 50 درهم الاخوان اي 1000 ريال وهذاك كوكو 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 ها ديال مالي كيدير بخير الله يعاونكم اللهم يسر اللهم يسر اييه تبارك الله الاخوان تبارك الله هذا الورق الاخوان اللي داخل هذا الورق اللي داخل تبارك الله والسلام عليكم كيدير خويا بخير هاني شي مزيان الله يحفظك ما شحال اخويا الكوكب الثمن ديال الكوكب 800 900 كيبيعوا الاخوان ب 43 درهم 45 درهم على حساب على حساب الكونتيتي اللي غياخذ واحد على حساب الكونتيتي تبارك الله ما شحال دعمي البال ديال الفصه شحال هذه البال ديال الفصه اللي كنقولوا 1400 هذه اللي هنا 70 درهم هذيك مليحه هذه هي مليحه وهذه شويه شاتيه المالي الغلم اللي كتب لهم الله ولا اييه الجامع الماطي كل حاجه على ثمنها هذه شحال نقولوا فيها 900 هذه 945 درهم اياه تبارك الله والحمد لله مع الخير الحمد لله الساعه صبح الدابعه و... ياك اللهم لك الحمد لله بعد باللي الحمد لله مع الشتي وجدوا اي مع الشتي اللي صبات تبارك الله الماء تزاد في الماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله اللهم يسر الله يسر لكم تبلى والو بغينا علما بعدا نشربوا اي اللهم لك الحمد خير موجود دابا ان شاء الله هذاك اللي ما عندوش ما يشرب مسكين اي لا دابا الماء موجود الماء ديال الخنيط ايوا تبارك الله الرعده الله يحفظك اييه سير ما شحال اخويا تبنى شحال عمي عطاونا 800 800 عطينا الاخوان 40 درهم اللي عطاهم تبارك الله تبينا مطحونه الاخوان 40 درهم تبارك الله الله يسر لكم عمي الله يسر الله يجيب تيسير الله يجيب تيسير
إذا أي مول كو كو تبارك الله كدير ولد عمي بخير كل شيء مزيان الله يحفظك ومع شحال أخويا كو كو شحال 850 هذا الإخوان 42 أونس باش تباع تبارك الله 850 ريال تبارك الله 850 تبارك الله عليك ولد عمي الله يسر الله يسر أمور هذا تبن مليح الإخوان تبن مليح واش حال ود عمي سمعتي فهاد التبينه 750 ها 750 750 الإخوان تبارك الله تبارك الله الإخوان 750 750 ذكرت 150 اي ديال من هذا الله يسر ود عمي الله يسر ديال كار ولا جايبش الكار لا تبارك الله ما شحال الثمن الثمن شحال ما عرفت ما عرفتيش ديالك انا مولاه السي موسى انا جاي كل الناس شحال السي موسى شحال بخير لاباس عليك لاباس الله يحفظك ما شحال اي اخو هذا القمح هذا 130 هذا 130 اي اخو هذا شعير 110 كيقولوا 110 هذا شعير 5 دراهم ونص الاخوان اي اي هذا قميح اخو شعير قمح هذا مليح زي علمونا اي قدره دايره 74 خميسية تبارك الله عليك تبارك الله عليك تغدوا معنا 90 الله يحفظك الله يحفظك لي ولد عمي الله يحفظك تبارك الله الاخوان كي داير ولد عمي بخير لاباس عليك صحه لاباس الله يبارك فيك الله يحفظك الله يبارك تبارك الله هذه رويزه ابو هذه رويزه لا تونسي هذا لا هذاك تونسي تونسي ما شحال هذا ولد عمي التونسي 90 ريال التونسي الاخوان 4 دراهم ونص اول خطره كنسمع التونسي هذا 4 دراهم ونص هذا الاخوان هذا ولد عمي هذه 85 85 ريال الحال هذه 80 ريال هذه 4 دراهم الاخوان هذه شنو هي فارينا هي فارينا 4 دراهم تبارك الله ود عمي الله يسر الله يسر الله يسر الله يحفظك السلام عليكم كي داير عمي بخير الله يحفظك يا عمي الله يحفظك الله يبارك تبارك الله ما شحال عمي فارين هذه مازال على الله اي والله يسر لك عمي الله يسر لك امور الله يسر لك امور تبارك الله عليك تبارك الله واو دعمي السلام عليكم بخير وا شحال هاد البوله فول 190 وهذا اللي حداه هذا حال حال وهذا هذا 190 اخوان يعني 9 دراهم ديرها في العاشية هذه هذه فارينة قمح شحال؟ قبل بدي بعد 125 125 بحال 6 دراهم و25 فرانك الاخوان هذه 5 دراهم هذه دراهم واحد يزرع هذه مليح هذه الاخوان 5 دراهم هذه تاع 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 يعرفوا منا يعرفوا منا يعرفوا منا نزل الناس ما قال شويه شي قدام تستعمل بزاف الخير الخير موجود الخير موجود الحمد لله راه البارح دايز القنطره هنا عامره تحنا بحال بحال تحنا حنا ارشاد سبحان الله العظيم اذا ضربت الناس خلي لكم من امس هذه شحال ودعم؟ 90 اخويا 90 4 دراهم هذه فارين ياك ولا؟ فارين هذا 10 4 دراهم ونص الاخوان تبارك الله قول لنا الثمن ديال هذا الشعير الله يرحم والديك الله يحفظك الاخوان هذا 5 دراهم هذا 5 دراهم هذه فارينه لا قمح فيه حبه الشعير قمح وياه وهذه هذا شعير شعير هي شحال اخويا 96 ريال بحال كله بحال بحال ثمن واحد بحال بحال ثمن واحد الاخوان تبارك الله تبارك الله الله يبارك خيرات الاخوان تبارك الله عليك ود عمي الله يسر لك الامور الله يسر لك الله يسر لك شوف الاخوان اختتموا لكم دابا الخبز شحال ابو 65 قال 65 السلام عليكم 65 اخوان 65 ريال على 3 دراهم و25 فرانك السلام عليكم خبز عليكم السلام
الله يسر لكم الدراري، الله يسر، الله يسر لكم امور، تبارك الله عليكم.